السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في وصفه جديده اليوم غادي نحضر لكم واحد غريبة اللي متكونه باللوز والكركاع صراحه كتجي غزاله بزاف مكونات قليله كتعطينا 18 حبه صراحه كتجي اروع ما يكون كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم صحه وراحه عجبكم الفيديو دائما ما تنساونيش باللي ديالكم والاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله جاي فرجه ممتعه بالنسبه لهاد المعلكه او الحلوه او غريبه كما غنسميوها كتجي لذيذه جدا وهي اللي كنلقاو في الباتيسريات وكتكون فيها واحد المذاق خاص وما كنعرفوش شنو هو واليوم غادي نديرو معكم بطبيعه الحال اول حاجه عندي هنا 200 غرام ديال اللوز والقرقع مخلط مية غرام من اللوز و غرام من الكركاع ممكن انكم ديرو غير اللوز بوحدو فقط ممكن تستخدمو علاش لا صافي من بعد هنايا غادي نجيب وغادي نطحنو مزيان بهذا الشكل هذا من بعد غادي نجيب له ثلاثه المعالق ديال السكر الخشن بلا ما ديروا كان السكر كلاصي فقط كنستخدموا السكر الخشن باش كتجينا الحلوه مقرمله مم... طبيعه الحال صافي من بعد غادي نعاود نطحنو المره الثانيه ما كان نيلوش بزاف أه انتما تلاحظوا معايا كيفاش كيكون القوام ديالو هنا كاين مناسبات او اضافات اللي غادي نضيف لهاد الغريبه هذه، غادي نضيف لها القشور ديال المعسل ديال البرتقال اللي كيتباع جاهز اما هذا عندي ديال الدار وعندينا تقريبا واحد ربعه ديال الحبات ديال المشماش او ممكن تستغناو عليه وديروا البديل ديالو الزبيب اللي غادي نضيفه حتى هو معاهم بطبيعه الحال صافي من بعد هنايا بعد ما طحنته جيدا بهذا الشكل هذا غير في الهاشوار يعني بلا ما ممكن ديروا في هذه الطحانه ديال اي مهم اي الا يعني غطحنها لكم ممكن ديروها من بعد انا غادي ندير هذا القشور ديال الليمون معسل وهنا غادي ندير المشمش وهنا غادي ندير قليل من الزبيب انتم تلاحظوا معي اول حاجه غادي نحاول انني نحل دوك الحبيبات من بعد هنا غادي ندير في الكيس ديال الزهر اللي كيعطي واحد المذاق خاص وكيعطي واحد المذاق رائع ممكن تستبدلو بملعقه صغيره من الزهر الا كان متوفر عندكم صافي من بعد هنا غادي نجيب واحد ملعقة صغيره من العسل هنا عندي العسل الحر ممكن انكم ديروا غير ملعقه ديال الكونفيتور او ممكن العسل العادي ما كاينش مشكل في هذه صافي من بعد هنايا غادي نحاول انني ندير واحد البيضه البيضه اللي دي غادي تكون متوسطه ما دي تكون كبيره بزاف لانه آه غادي نحتاجو غير بيضه وحده فقط صافي من بعد هنا غادي نضيف الخماره بالنسبه للخماره غادي تضيفو 4 غرام يعني غادي تضيفو نص باكيت الخميره ولكن الا بغيتو تجيكم جي... بحالي انا شويه هكا سايحه راه كديروا نص خماره بغيتوها ما تجيكمش يعني كتجيكم واقفه ما كتسيح ما والو كتضيفوا 2 غرام يعني كتضيفوها واحد راس معلقه ديال الخميره الخبز خميرة عفوا ديال الحلويات صافي صافي من بعد غادي ندلك او غادي نمعك هاد الحلوى هادي جيدا بهذا الشكل هذا كما لاحظتوا غنخدمها مزيان صافي من بعد ما خدمتها يعني حتى كنتحصل على انها كتجينا معلكه في اليد وكنحسوا بها انها جاريه هذا هو القوام المطلوب صافي من بعد هنا غادي نحاول انني غادي نحيد هاد الزوائد هادو اللي في بين يديا بطبيعه الحال لانه كاتل تقلينا وما تخافوش يعني هذا هو الخوام اللي كنت خصنا تحصلوا عليه ما نديروهاش قاصحه بزاف باش ما تجيناش قاصحه وهكذا يعني كنكونوا سالينا الحلوه ديالنا اللي كتجينا سهلة وفي ساعه كنوجدوها صافي من بعد انا غادي نجيب تقريبا واحد القليل من الماء الزهر اللي غادي نوضعو في يديا وغادي نديرو شويه في البياض البيض هنا غادي نعطيكم جوج انواع كما بغيتو ديروها ممكن انكم ديروها في اللوز ايفيلي بهذا الشكل هذا وتحطوها أو وديروا أو عليها قركاعه من الفوق ممكن ولكن انا غادي غادي نمشي على الشكل الثاني هذا الشكل الثاني شنو فيه يعني غادي نفندوه في, الك... في... في اللوز كونكاسي وغادي ندير عليه كركاع من الفوق انتما تلاحظوا معايا ان الشكل الثاني جا حسن من الاول او ممكن ديروا اللي بغيتو يعني انا عطيتكم الاختيار حتى <applause> <applause> انتما تلاحظوا معايا ان الاختيار الثاني هو اللي غادي نمشي عليه صراحه كتجي في المنظر رائعه جدا وزوينه بزاف مذاق ولا ولا اروع كتجي من السماء بواحد الداخل بها انها كلها فيها المشمش وداك القطع ديال البرتقال صراحه كيتواتا بشكل كثير مع و بغيتو هاد الحلوه هادي تخرجوها الكيلو 150 درهم الكيلو بطبيعه الحال باش غادي تخرجوها لانه فيها القوام و كنتو غادي ديروا مثلا الكيلو غادي تحتاجوا تقريبا الكيلو مخلط ما بين نص كيلو ديال اللوز 10 كيلو ديال الكركاع ممكن انكم تخدموا بها ديروا المقادير وصافي في نفس المقادير نتوما غير كتطوبلو فقط وصافي من بعد هنا كما قلت لكم غادي نمشي على الطريقه الثانيه ها هي اللي غادي نخدمها معكم دابا صافي غادي نضيف ليها تقريبا هكا شويه ديال ديال البياض البيض غير قليل ماشي بزاف انتم ما تلاحظوا معايا راني درت وحده وانا غادي نعاودها معكم طبيعه الحال باش تشوف صراحه كتجي زوينه بزاف و وما تفوتوش ليها 10 دقائق في الطياب دابا نهضر لكم على الطياب طبيعه الحال هانتوما تلاحظوا معايا كنفندوها في الكونكاسي ونحطوها ونضيفوا عليها الكركاعه من الفوق بطبيعة الحال بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديالها الفران كيكون سخون وكنقصوا عليه وكنضيفوها كطيب لنا خمسة دقائق من التحت وكنعاودوا من الفوق خمسة دقائق ولكن بالله ما تحرق لكم فقط ما تفوتوش فيها الطياب باش انها ما تجيكمش يابسه وكنتمنى انا يكون الشرح يعني مفصل بطبيعة الحال انتم الشكل اللي كنا درنا قبيله بحال بحال يعني كيما بغيتو ديروها ديروها صافي ها انتم غتلاحظوا معايا وهذا هو الفيديو ديال اليوم هذه الحلوه صراحه الا جربتوها غادي تنال اعجابكم فعلا كتستحق التجربه وكتجينا لذيذه بزاف وسهله كان سبق لي وحضرت معكم واحد الحلوه بحال الشكل هذا ولكن حتى كتجي رائعه ربما انكم جربتوها وعجبتكم بزاف شكرا بزاف على حسن المتابعه وكنتمنى انكم تخلوا ليا تعليق وتخلي ليا لايك هكا باش تكبر القناه ديالنا و, و باش يتبارطاج على فيديو مع الاصدقاء والاحباب بالنسبه كنقول لك بنات شكرا بزاف للاخوات اللي صيفطوا لي في انستغرام ديالي هو شاف سهيله اللي كيسولوا على الحاله ديالي كيف بقيت الحمد لله مزيان وردوا البال ديالكم الله يعطيكم السر والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم كاملين اجمعين وشكرا بزاف على حسن المتابعه والى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده